حياكم الله مشاهدينا الكرام، وجمعة مباركة بانتصارات الفلسطينية المتحققة على الكيان الصهيوني والمستمرة من 7 أكتوبر إلى غاية اليوم، رغم كل المجازر والاعتداءات المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين وقطع الماء والكهرباء والإنترنت والمستشفيات واستهداف حتى المخابز والمطاعم وغيرها من أساسيات الحياة اللي يحتاجها اليوم كل مواطن حتى يكمل يومه وتستمر الحياة عنده. لكن مثل ما ذكرنا، على الرغم من كل هذه الإجراءات القمعية والمجازر المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، الانتصارات والشعب الفلسطيني مستمر بالصمود بوجه الكيان الصهيوني وكل من يدعم الكيان الصهيوني. شفنا المواقف الغربية والمواقف الدولية، أمريكا، ألمانيا، فرنسا، غيرها من الدول صرحت ودعمت الكيان الصهيوني بشكل مباشر، سواء سياسيا، عسكريا، وحتى اقتصاديا، باتجاه استهداف المواطنين المدنيين الفلسطينيين. كل هذه التفصيلات والأبعاد لعملية طوفان الأقصى، العملية المستمرة من قبل المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني، راح نناقشها في هذه التغطية مع ضيوفنا الأكارم، الأستاذ نبيل العزاوي الباحث بالشأن السياسي، وعبر سكايب ينضم لنا الدكتور حكم أمهز باحث في الشأن الإقليمي والدولي. حياكم الله ضيوفنا الأكارم. نبتدي وياك أستاذ نبيل، بداية شلون تتابع شخصيا كل هذه المجازر والأحداث المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني؟ يعني الأعداد مستمرة، أكثر من 7100 شهيد، أكثرهم أطفال، أكثر من 3000 طفل بين 7000، أكثر من 1700 امرأة، أكثر من 400 مسن، الإضافة إلى الإصابات تجاوزت 18000 إصابة من قبل المواطنين الفلسطينيين. شلون تتابع كل هذه الأحداث؟ أولا تحية لحضرتك وإلى الضيف الكريم وإلى كل مشاهديكم الكرام. طبعا الأرقام اللي ذكرتها حضرتك وجنابك هسه، أكو أرقام هي تحت الركام، هذه غير معلنة لحد الآن. هنالك إحصاءات تقول بين 1000 إلى 3000 شخص تحت الأنقاض. إذن هي جريمة متكاملة الأركان، يعني من يبحث عن نوع الجرائم وشكل الجرائم، هذه جريمة متكاملة الأركان، معالمها واضحة، الإنسانية تهتز لهكذا جرائم. ولكن لاحظ ما هو الفيدباك، ما هو رجع الصدى من الدول الأوروبية؟ لا زال هنالك الأعمى، الأعمى هسه ما نريد نناقش به لأن هذا أعمى، لكن المشكلة في المتعامي الذي لا يرى، الدول، بعض الدول الأوروبية الذي لا ترى مع الأسف، وتكيد بمكيالين. تتذكر من كانت الحرب أوكرانيا وروسيا، بالضبط لاحظ مدى الكيل كان بمكيالين، ومدى كانت تعاطي مع قضية أوكرانيا، وفتحوا الحدود وفتحوا الملاجئ، وأطول مواضيع حقوق الإنسان وليش هاي الجرائم. بالمقابل اليوم سكوت، هذا السكوت، سكوت مطبق، سكوت عار، أنا أشوفه وصمة عار على كل من يسكت في هذه الأيام. طبعا خلينا نحدد من هو الساكت ومن الذي تغير موقفه. طوفان الأقصى غير من مواقف بعض الدول، يعني الرئيس التركي من يقول حماس هي ليست منظمة إرهابية، هذا متغير يجب أن يسجل. السعودية من تراجع وعلى لسان أحد مسؤوليها يقول سنراجع، لا بل لن يكون هنالك تطبيع، هذا متغير. إسبانيا حينما تقول أن ما يحصل مجازر هذا متغير. غوتريش حينما يقول أن حماس لم تأتي من، يعني هذه الهجمات لم تأتي من فراغ، إذن هذا متغير. لذلك نعتقد أن ما بعد 7 أكتوبر يختلف عما قبله، العالم كله سيتغير. هنالك انعطافة تاريخية حصلت حتى مع القطب، ما عاد القطب الواحد هو الذي يحكم، هنالك متغيرات كبيرة، هنالك أقطاب ستكون. لا أعتقد أن هذه المجازر ستمر مرور الكرام، سيكون التاريخ حكما وفصلا في هذه القضية والتي ارتكبت. يعني إذا نتكلم عن مجزرة واحدة، مجزر مستشفى المعمداني، هذه كارثة كبرى، يعني أكثر من 60% من نساء وأطفال كانوا يحتمون بمستشفى مدنية هكذا يعمل، حينما تقصف ثالث أقدم كنيسة بالعالم، هذه مجزرة وحشية. لذلك أنا بتقديري القوة مو بقوة الكيان ولا بقوة أمريكا، ترى لأن القوة، عفوا، المشكلة في ضعف المواقف. لو كانت هنالك مواقف بحجم هذه الكوارث لما تمادى الكيان. خليني أكثر عند المعركة وأطراف المعركة، وانتقل إلى دكتور حكم. دكتور، هذه المعركة اليوم المستمرة منذ أكثر من
وعشرين يوم. منو يتحكم بها حاليا؟ منو الطرف اللي قرر شو وقت تنتهي هذه المعركة؟ المقاومة الفلسطينية أم الكيان الصهيوني؟ صوت الدكتور اخوان ما واصلني بالاستوديو. دكتور اذا امكن الصوت شويه. الو الو صوتك تفضل دكتور تفضل. اوكي جدد التحيه للاستاذ نبيل وللشهداء و شوف دكتور اعتقد اكو اشكال بمساله الصوت، نتحول الى دكتور نبيل لحين اصلاح هذا الاشكال والخلل الفني. دكتور او استاذ نبيل، يعني ذكرنا انه 21 يوم على هذه الحرب والحرب مستمره الى اليوم، طوفان الاقصى، ونشوف المقاومه الفلسطينيه ودورها بالاستمرار بهذه المعركه، وبالمقابل نسمع دعوات للتهدئه وممكن تدخل وساطات قطريه وغيرها من الاطراف باتجاه التهدئه. هذه التهدئه اليوم من صالح منو باطراف المعركه؟ طبعا لو نراجع تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من 48 اكثر من 70 سنه الى يومنا هذا، كان المتحكم في متى التوقيت واين يكون التوقيت ومتى ستكون الهدنه كان الجانب الكيان الاسرائيلي الغاصب الذي يحدد متى واين ستكون المفاوضات. نعم. لكن هذه المره هنالك متغير جديد، هو أن هنالك صيدا ثمينا لدى حماس، هو ما يقدر بأكثر من 250 أسير. هذا المتغير الجديد. تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي الكيان الغاصب بالأمس يقول من 75 سنة لم نمر بهكذا إشكالية، نخسر أكثر من 1400 جندي وكذلك أكثر من 200 أسير. وقبل كان تصريح لنتنياهو يقول هي معركة حياة أو موت. لذلك القضية هي قضية مقاومة اليوم وقضية سلاح جديد وقضية نوعية بأنه بحر وجو وأرض وقضية أسلحة. لصحيفة ليموند الفرنسية تقول أن أقل من 50% من الأسلحة استخدمت في هذه المعركة، يعني أن هنالك متغيرات ومفاجآت. سأل السؤال، من الذي يحدد الوقت ونوع المفاوضات؟ اليوم المتحكم في كل هذا أنا أعتقد قوى حماس مع والمقاومين، مع كل الدماء التي تدفع والثمائن والضرائب، لكن هي غزة من 2006 في حصار. وغزة، يقول محمود درويش، إذا سألوك عن غزة فقل بها شهيد يسعف شهيد وينقله شهيد ويصوره شهيد ويصلي عليه شهيد. إذن هي مشروع شهادة، يعني مش جديدة. هو هذا السؤال أستاذ نبيل، أنه طوفان الأقصى اليوم هي بنت اليوم، جرائم الكيان بنت اليوم، أم أنه الجرائم مستمرة وهذا توقيت لانطلاق عملية مكملة لباقي العمليات لسيف القدس وغيرها من البطولات المتحققة للمقاومة الفلسطينية؟ لا، هي استكمال لسيف القدس واضح جدا، وقبلها كانت هنالك يعني عمليات كبيرة حدثت من قبل حزب الله، هي كلها معادلة واحدة ترى، يعني ولذلك المعطيات ستكون واحدة. أنا أتذكر طبعا قضية جدا مهمة يجب أن نشير لها. أول رئيس إسرائيلي صهيوني بن غورين يقول أتذكر عند مقولة يقول ليست القوة في امتلاكنا للسلاح النووي ونوعية أسلحتنا، لكن قوتنا ستكون في تمزيق 3 دول، سوريا والعراق ومصر، وشلون احنا نمزق هذه الدول. لذلك شوفوا بالقمة العربية اللي كانت سابقا، لو كان موقف يعني مثل العراق، موقف كان موقفا واحدا، موقف يسجل للتاريخ، أن العراق سجل موقفا رغم المآسي والمثالب التي سجلت في تعاطي مع قضية فلسطين، لكن العراق ثابت موقفه وتطرق إلى قضية مهمة سجل السوداني. راح ناقش موقف الحكومات أستاذ نبيل. هذه الجرائم المرتكبة من قبل الكيان راح تغير الصورة الحالية الموجودة عن الكيان الصهيوني، عن الهزة اللي صارت بالكيان سواء سياسيا عسكريا اقتصاديا، هذه الجرائم راح تغطي على هذا الموضوع؟ الصدمة والرعب اللي مرت بها إسرائيل ستتحاشى أن تدخل في مشكلات أخرى، لأن لم تصدق وأن حجم حماس وحجم المقاومة قد تغيرت. لذلك الشرنقة وأمريكا لم تعد هي غطاء لأحد.
طبعا لذلك على الدول المطبعة بعض ما بقى من هذه الدول المطبعة عليها أن تراجع نفسها جليا بأن الأمور قد تغيرت وهذه القبة الحديدية وما أدري شو يسموها الجدار العازل بمليار ونص هذا كله لم تنفع أمام سلاح حتى المقاومة. حتى هذه المعركة بالنسبة للكيان الصهيوني أطلقوا فد حملة أو عملية سموها السيوف الحديدية وإلى اليوم بدنا نشوف شنو وضعها. ولذلك أنت تلاحظ ماكو هجوم بري لحد الآن، يدخلون أمتار ويخرجون ويقول أننا يعني نحاول أن تكون. لذلك أنا بتقديري هي محرقة ستكون لكل الإسرائيليين ومقبرة ستكون في أرض غزة إن يعني كانت هنالك وقاحة وحدث هجوم بري. ومستعدة حماس، وفي الأمس كان هنالك بيانا للمقاومة من كتائب حزب الله يقول نحن مستعدين حتى لمعركة حتى اليوم. يعني احنا بالجو حاليا توصلنا بعض الأخبار اكو هجوم بحري، محاول انزال بحري محاولة قوات الكيان الصهيوني انه تنفذه، لكن هذا حتى هذا الهجوم فشل بسبب كمين محكم من قبل المقاومة الفلسطينية. هذا يترجم لنا وضع الكيان حاليا. طبعا هذا سؤالك راح اجاوب عليه مو اني، اكو صحفي اسرائيلي اسمه اريشبت يقول الكيان ما عاد هو الكيان. يعني احنا ما يشرفني انه يجاوبني، انا بدي اسمع الجواب منك اكيد. لا مو هذا الاجابه من يكون من داخل الكيان، من احنا من نسمع الكيان بدا ينهار ويهتز يقول نحن لا يمكن ان تكون اسرائيل خيمه ويجب ان نغادر من الان، لان كل هذه الهجمات وكل الدماء الذي اعطاها الشعب الفلسطيني متمسك بارضه، يجب ان نغادر حالا بعد ما ممكن اسرائيل ان تفيدنا. لذلك المتمسك بارضه وعرضه ووطنه لا يمكن ان تكون حتى بعد 70 سنة. وعقده، شوف اكو قضيه جدا مهمه، عقده 80 سنة لازم السرديه الاسرائيليه. هم في 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 مقولاتهم يقولون احنا ب80 سنة ماكو دوله بعد اذا هاي الدوله مزعومه. وهذا يرجعني الى احمد ياسين مؤسس حركه حماس المرحوم، يقول الاجيال تتغير كل 40 سنة، من جيل النكبه الى الانتفاضه الى جيل سياتي جيل السلاح النوعي. شوف كل هذه طبعا نبوءات حقيقيه، واليوم احنا نلاحظ بانه من كان يصدق ان المقاومه تملك بهذه العده والعدد والسلاح وصواريخ تصل الى اكثر من 2000 كيلو تغطي كل سماء اسرائيل. لذلك هنالك متغيرات، المهم النصر لكن لدينا قادره المقاومه الفلسطينيه وتستمر بهذه القوه. يعني مثل ما نعرف ما معلوم شو وقت تنتهي هذا الحرب، انطلقت وبدايتها من المقاومه الفلسطينيه و سيطرت على مدن الكيان الصهيوني وأضعفته، لكن المقاومة اليوم السؤال الأهم أنه قادرة تستمر بنفس هذا المستوى. الواقع إذا نتكلم بالواقع والمعطيات أن حتى حرب الاستنزاف اللي إذا يريدها إسرائيل أكثر من شهر أو شهرين قادرة المقاومة. لماذا؟ لأن العقيدة، شوف أكو قضية جدا مهمة، من يقاتل بعقيدة، إحنا يعني لو نرجع شوي هم أعطيك مثال ولو راح أضوجك بالأمثلة، لو نرجع للعراق من حارب داعش كانت هنالك عقيدة وكانت هنالك يعني الشعب كله توحد سنة وشيعة وأكراد بوجه هذه الهجمة البربرية. هذا نفسه ينطبق على الفلسطينيين، أصبحوا اليوم كلهم حتى المختلفين حتى فتح اليوم الذي كانت عندها إشكالات ويا حماس، اليوم كلهم متوحدين بقرار بأنه لا خلاص إلا بزوال هذا الورم السرطاني الذي حددته كل المرجعيات ويجب أن يستأصل. وما عاد التعاطي مع هذا الحدث، يعني إحنا رحنا المفاوضات بأوسلو وتطبيع وكام ديفيد، ولكن شنو النتيجة؟ ماكو أي التزام مثل ما هو معروف من الكيان الصهيوني. أكو دعوة اليوم دعتها فصائل المقاومة الفلسطينية لنفير عام في يوم الجمعة والأحد المقبل اليوم ويوم الأحد في كل الساحات والمدن والعواصم تحت عنوان افتحوا معبر أوقفوا حرب الإبادة الجماعية. حرب إبادة جماعية مثل ما وصفتها المقاومة الفلسطينية بقطع كل أساسيات الحياة. كيان الصهيوني اليوم ما اكتفى فقط بالقصف الجوي وهدم المباني ومثل ما ذكرنا الأعداد أكثر من 7000 شهيد وآلاف الجرحى، اليوم أكو قطع لأساسيات الحياة. هذه النداءات مثل ما ذكرت من غوتيريش وغيرها من المنظمات الدولية راح تغير سياسة الكيان اتجاه المدنيين الفلسطينيين اللي هم مو طرف خلينا نقول موجود ومشارك بالمعركة. شوف المتغيرات واقع حال لازم تكون حاضرة، لأنه إسرائيل اليوم تقود الحرب بشكلين، الحرب اللي صواريخ وتقصف المدنيين والأبراج السكنية، ومع الأسف هذا التوحش بالدم، التوحش سماه الإمام السيستاني. ولكن أكو قضية جدا مهمة بأنه أكو حرب ثانية أخطر من هذه الحرب، هي حرب التضييق
على المدنيين. يعني حسب ما وصلني من رسائل من أحد الأخوة الصحفيين يقول انقطع نهائيا الغاز والبنزين اللي يعني شغل المولدات، انقطعت مواد الديلز الصناعيه اللي هالوفايبر يسموه المواد الاوليه اللي تدخل العمليه الديلز الصناعيه للكليه. اذا هذا موت جديد سيكون. لم يكتفي الكيان الغاصب بالصواريخ، لكن هنالك حصار شكلي ونوعي، وهذا الحصار هي حرب على كل مستويات، حرب صحيه، حرب مجاعه، هواية من الأساليب القمعية اللي ينتهجها الكيان الصهيوني. خليني أنتقل للأستاذ باقر درويش السياسي البحريني ضمن بيروت. حياك الله أستاذ باقر. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بك أستاذ باقر. اليوم 21 على الحرب وكل هذه الجرائم، شلون تتابع أساليب الكيان؟ شلون ممكن تفسر لنا هذه الأساليب المنتبعة من قبل الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين؟ نعم، بلا شك بأن ما يحدث من جرائم بحق الفلسطينيين وتحديدا بحق النساء والأطفال والمرضى يعكس العقلية الإسرائيلية المتوحشة للكيان في جعل المنشآت أولا المدنيين بمختلف فئاتهم، بالإضافة إلى المنشآت المدنية كالمستشفيات أو المساجد أو حتى الكنائس كما حدث في كنيسة المعمداني وغيرها، لأنها ضمن بنك الأهداف العسكرية لتحقيق غايات عسكرية وقحة، خصوصا ونحن نتحدث عن كيان محتل مقتصد للأراضي الفلسطينية وهو يرتكب اليوم هذه الجرائم الموصوفة والتي لا يستطيع بعض أدعياء حقوق الإنسان الذين يدافعون عن الكيان ويساندون الموقف الأمريكي أن يتنصلوا من توصيفها كجرائم حرب، حتى أننا شاهدنا بأنه بايدن نفسه لا يستطيع أن يتنكر عن مسألة وجود ضحايا مدنيين بين الفلسطينيين نظرا لصباعة ما يحدث من جرائم اليوم بحق أهلنا. بالتالي الحرب اليوم مو فقط حرب الكيان الصهيوني ضد المقاومة الفلسطينية، أكو فد مدى أوسع لهذه الحرب. صحيح. نحن نشاهد تدخل أمريكي واضح، الأمريكيين يجلسون على طاولة الحرب، يشاركون في صناعة القرار العسكري ويقدمون الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي، كما هو حال الدعم الآخر الذي يقدم من فرنسا وألمانيا وغيرها من هذه الدول. وأنا في الحقيقة هنا يعني لابد من تسجيل تحية للعراقيين، الشعب العراقي في الحقيقة الذي هو أيضا من ضمن الشعوب التي تضامنت وكان في صدارة المتعاطفين والمؤيدين للقضية الفلسطينية. شاهدنا اليوم بعض من مظاهر هذا التأييد سواء عبر الحدود العراقية الأردنية وغيرها مما يحدث، وهو نضال مشروع، خصوصا ونحن نتحدث عن قضية عادلة ومشروعة ويجب دعمها بكافة السبل والوسائل المشروعة. هذا راح يودينا لسؤال عن موقف الحكومات العربية تجاه هذه القضية وهذه المجازر والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. شلون تتابع هذه المواقف؟ أكو في التغيير دا يصير بعد كل هذه الأعداد والآلاف من الشهداء الفلسطينيين؟ نعم، بلا شك بأن مواقف عدد من الحكومات والدول هو لا يرقى إلى مستوى الجريمة ولا يرقى إلى مستوى ما يحدث. بعضهم إدانات لفظية محدودة والبعض الآخر شريك في التشجيع على ارتكاب التجاوزات. أنا أتحدث لك مثلا البحرين وهي دولة مطبعة ولم تذهب إلى اتخاذ أي إجراء، يعني الموقف الشعبي في جهة والموقف السياسي للحكومة التي لا تمثل الشعب البحريني في جهة أخرى. يا أخي أبسط إجراءات العمل السياسي والدبلوماسي لو كان لديهم حياة هو استدعاء سفير الكيان المحتل، مع ان احنا رافضين اصل وجوده، يعني احنا ضد التطبيع وضد ان يكون موجود في البحرين
ومطلب البحرينيين هو بطرد سفير كيان الاحتلال وإنهاء اتفاقيات التطبيع المذلة والمخزية. ولكن حتى نبين ما هو مستوى الخذلان الموجود والشراكة اليوم في استهداف الشعب الفلسطيني، ليش عندما يكون هذا الموقف، وبالإضافة إلى وزير المالية عندنا في البحرين بالأمس القريب يتكلم عن أن ما يجري يجب أن لا يؤثر على ما هو يتعلق بالمشاكل. يعني اليوم أستاذ باقر، اليوم المواطن البحريني إذا تفاعل ويا القضية الفلسطينية وقرر فد يعني نظم تظاهرات أو وقفات في الداخل البحريني، شنو ممكن الحكومات تتخذ بحقه؟ بعض المواطنين تم استهدافهم في الحقيقة، يعني من شاركوا في التظاهرات، البعض الآخر ممن اتجهوا نحو السفارة الأمريكية للاحتجاج تعرضوا للقمع، تظاهرات تعرضت للقمع كانت متجهة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، البعض الآخر سعى للتظاهر، خرج التظاهرات في عدة مناطق بحرينية. ولكن لا ننسى بأن الواقع في البحرين هو واقع أمني، هذه التظاهرات التي تخرج في أغلبها غير مرخص له رسميا، ولو كان الوضع مختلف لشاهدنا استهداف أوسع وأكبر، وخاصة الأمثلة اليوم ترى يعني وين انعكاس الموقف الشعبي في الإعلام الرسمي والحكومي في البحرين. الإعلام الحكومي لا ينقل ما هو موجود من مزاج شعبي يطالب بطرد سفير الكيان المحتل وغيرها، وهو ما هو إذا يشتغل في دعم السردية الصهيونية. إذا أكو تأييد حكومي بالتالي الإعلام الحكومي الموجه والممنهج بالتأكيد ما راح يخالف توجهات الحكومة. أنا أشكرك الأستاذ باقر درويش السياسي البحريني من بيروت. شكرا لكم. أرجع لك أستاذ نبيل، هذا موقف الحكومات العربية أو كمثال الحكومة البحرينية، رجل بحريني مواطن بحريني يحكي لنا عن اللي يصير بالبحرين بحق المواطن البحريني إذا قرر اليوم يتظاهر أو يناصر القضية الفلسطينية ويدعمها، ممكن يعتقل ويضرب ويغيب بالسجون حال سجون السعودية وغيرها من البلدان. إيش منتظر هاي الحكومات اليوم من الكيان وهو الكيان أساسا ما قادر يحمي نفسه؟ طبعا صار متغير جديد بأنه الشعوب انقلبت على حكامها، وطبعا لاحظ قضية الأردن قضية كانت هنالك حسب ما سرب بأنه لم تستطع أن تقف أمام هذه الحشود وهذه الملايين التي خرجت، وسرعان ما غير قرار عاهل الأردن حينما منع زيارة بايدن، وكذلك السيسي قالها بالحرف الواحد أنه غلق الأبواب أمام إسرائيل ولا هجرة عكسية كما كان يروج. لأن هذه الأنظمة تعرف جدا وبدأت تتعاطى مع الأزمة بحنكة وعقلية، لأنه تعرف أنها ستزال أو ستذهب إلى تاريخ الذي لا يرحمها ولا يرحمهم، لأن الشعوب ما عادت تسكت أو تقبل على هكذا إهانات توجه للعرب. وأنا أشوف من يعتقد أن غزة تنزف فليراجع نفسه، إنما اليوم غزة تتبرع بدمائها لأمة يعني مع الأسف بلا دم، لذلك وجبت أن تكون هنالك جدية وتعاطي مع هذا الحدث الجلل، هذا الحدث الذي غير التاريخ. يعني مررنا بكثير من النكبات، بكثير من الحروب، بكثير من نوع الإبادات التي، ولكن يعني أن تصل الإبادة بهذا الشكل والحجم أعتقد من العيب والعار والخزي والخذلان على كل ساكت أو يغض النظر عن هذه الجرائم. هي حرب بالإنابة أنا أشوفها اليوم من قبل المقاومة الفلسطينية وحتى الشعب الفلسطيني. يعني أكثر من 57 دولة عربية إسلامية معقولة اليوم عاجزة يكون لها موقف بوجه الكيان؟ عاجزة توقف هذا الكيان اللي هو أساسا جاي حارب مو بأرضه مو بمساحته مو ببلده ويرتكب كل هاي الجرائم؟ معقولة وصل بينا العجز إلى هذه الدرجة؟ لا أكيد ما معقولة، ولا يمكن القبول بهذا العجز، هذا العجز المصطنع اللي مع الأسف اللي تعاجز البعض. لا يوجد شيء اسمه عجز، لكن هنالك من لا يريد أن يقدم خطوة إلى الأمام لأنه يخشى. هو العجز حتى أن يكون دقيق، العجز ترى حكومي، أما الشعوب رافضة. واضح جدا توقف. واضح جدا واضح جدا. ولذلك القضية هي ليست قضية غزة
وليست قضية إبادة وليست قضية احتلال جديد، القضية أبعد من ذلك أشوفها، وهذا هم صرحوا به طبعا القادة الكيان بأنه القضية اليوم هي إنهاء حماس، وهم ما يدرون بأنه المقاومة تتجدد، وإن ذهبت حماس لا سامح الله، وإن المقاومة هي الطفل اليوم، حينما ترى الطفل أنت وتشوف المدامع اللي تخرج من عنده، مدامع فرح وانتصار، طفل يرفع إيده هو ديموت يرفع إيده بإشارة النصر، هذا شلون تتعامل وياه؟ لازم أكو معطيات يتعاملون وياه هكذا، شعب لا يؤمن إلا بأرضه والرجوع إلى وطن الأصلي والقدس هي عاصمة فلسطين، ولذلك هناك جدية أنا أشوف بدأت يعني بعض الدول الإسلامية تتعاطى موقف يسجل للشيخ الأزهر حينما قال سكوت القادة غير مقبول في هذه الفترة، وهذا جيد جدا أنا أشوف المتغيرات بدأ نلمس أن هناك جدية في التعاطي. 57 دولة إسلامية، إحنا ما عندنا دولة ودولتين وثلاثة، لو كان هناك اتحاد حقيقي سمعنا أن هناك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمر للدول الإسلامية، لكن نحتاج إلى ما شفنا لحد الآن نتائج من هذه المؤتمرات. قبل أيام مؤتمر للبرلمانات العربية ببغداد وما شفنا نتائج حقيقية. إلى اليوم الناس تريد تغير من موضوع المعبر ما بين مصر وما بين غزة، هذا المعبر اللي تمر من عنده المساعدات محددين لهم تقريبا نسمع من 20 تقريبا إلى 30 شاحنة باليوم، بينما هم يحتاجون بالأوضاع الطبيعية إلى 400 شاحنة. يعني على حجم المساعدات الإنسانية ما جاي يصير تغيير، شلون ننتظر تغيير أقوى من هذه الاجتماعات وغيرها من المؤتمرات؟ أنا أشوف إذا كان هنالك إرادة وجدية بأنه أن لا نذهب للاجتماعات لإسقاط الفرض، يعني أنا ما أروح فقط لإسقاط فرض واجب علي أروح أعقد مؤتمر وأغادر المؤتمر، لا، حينما تصل العقلية يعني تقدر الأخطار، نعم، وإذا كانت هنالك العقلية، يعني اليوم ترى ليست القضية في غزة ستنتقل إلى الضفة وستنتقل إلى دول أخرى، لا تقف يعني الكيان لا يقف، مثل السرطان ينتشر في كل أنواع الجسم، لذلك عليهم أن يعوا بأنه القضية ليست قضية فلسطين، هي قضية إبادة للعرب وإبادة للحلم العربي الذي لا يسكت إلا بإرجاع الحق إلى أهله، وهي طبعا هي فلسفة الدنيا، ماكو شيء يعني بداية، كل شيء له بداية ونهاية، ماكو شيء بلا نهاية، يعني من يعتقد بأنه لا يمكن أن تزال هذه الدولة وهذا الجسم الغريب من الجسد العربي فهو واهم، لأن القرآن الكريم في حكمته والحنكة التي هو يؤمن بهذا في هذا التغيير، فكيف إحنا كناس الواقع يقول اليوم إنه إحنا ببداية نهاية هذا الكيان بناء على المعطيات، بناء على وقائع المعركة المتغيرة بشكل يومي، بناء على وضع الكيان المهزوز، لكن الجانب الأمريكي تدخل بهذا الموضوع، الدور الأمريكي واضح، دور الرئيس الأمريكي بايدن، دور الخارجية البريطانية وبريطانيا واضح، دور فرنسا، هذه الأطراف راح تقدر تغير من هذه النهاية وهذا المستقبل والمصير المحتوم للكيان الصهيوني؟ أكيد، أنا قلت لك إذا كانت هنالك إرادة وجدية في التعاطي طبعا يصير تغيير، ولاحظ أن بايدن حينما زار إسرائيل والتقى بنتنياهو يقول له أنا جيت حتى أثبت للعالم أنني مع إسرائيل، يعني وما يشوف هذه الدماء التي نزيف الدماء الذي حصل في غزة، ولا طبعا هي هذا التعاطي الغربي الأوروبي، ويذهبون مع الولايات المتحدة باعتبارها الولايات المتحدة الأمريكية القوية التي لا يمكن أن أحد إذا خرج منها فسيعاقب، وهذه قضية الدولار وسيطرة، يعني العالم إذا يبقى بهذه السردية وبهذه النظريات الفاشلة أنا أشوفها فما راح يتغير، والله أنا ما أعادي الولايات المتحدة حتى لا تصير عقوبات اقتصادية، ما هي إحنا قضيناها كل عمرنا عقوبات اقتصادية ومشاكل من حصار لحصار، يعني ماكو مشكلة أستاذ، ماكو مشكلة، اليوم علينا طبعا الكبرياء العربي وعلينا أن تكون الكرامة فوق كل شيء، ما ممكن إحنا نضع خانعين خاضعين إلى الولايات المتحدة على في سبيل حتى هنالك ترضى على حتى يكون هنالك دورة، لا لازم يعني نغير النمطية، دول أكو تغيرت ونظام السويت والعالم العالمي هذا ما عاد بعد يجدي نفع عند أكو هناك نظام جديد، حوكمة جديدة، اقتصاد جديد سيرسم خلال الفترة القادمة، ما عادت أمريكا هذا يعني لهذه الدرجة ممكن طوفان الأقصى تغير من خريطة الشرق الأوسط من موازين القوى فيما بعدها؟ أكيد هي وضحت المعالم، يعني هي وضحت من هسه المعالم بأن هنالك تعاطي مع هذه الفكرة بأنه لا يمكن أن نذهب
وهذا شوف انت حتى مجلس الامن هي قدرت الولايات المتحده الدين حماس ما قدرت. اكو دول عرفت بانه ان هنالك نيه في ان تكون هنالك اداره وقطبيه واحده والعالم بدا يتغير حتى هي التغير ليس الان من قضيه كوفيد 19 من قضيه اوكرانيا وروسيا اصبح العالم يتجه الى خيارات جديده ما عادت اليوم امريكا التي تحكم وتسيطر على العالم لاحظ الصين لاحظ اليوم تركيا لاحظ ايران لاحظ الهند باكستان هذه كلها دول اصبحت تتعاطى المعركه حاليا اطرافها واضحه ومبينه مثل ما نقول للكل راح تغامر امريكا بدخولها لهذه المعركه هو الدفع لحد هذه اللحظه يقولون ان هنالك معركه لكن احنا كباحثين كمطلعين على الاحداث ما اعتقد ان هنالك مجازفه وان هنا الكلمه نخلي عليها خطين وان حصلت هنالك مجازفه وحماقه ارتكبتها الولايات المتحده سمرد اقول اني الكيان الغاصب لان الكيان الغاصب هي لعبه بايد امريكا إذا ارتكبتها أمريكا في أن يكون هنالك توغلا فأعتقد هي المنطقة كما قالها وزير خارجية الإيراني برمي البارود وراح ينفجر بالمنطقة شلون نفسر يعني بعض تصريحات جنرالات البنتاغون بأنه إضافوا ونشروا أعداد جديدة نقلوها في العراق والمنطقة أكثر من 900 جندي هذا التواجد شنو الغاية من عنده؟ أكيد هو بروباغندا وتشوفون يعني لأنه ما زالت أمريكا قوية ونشروا حتى يعني أضيف لك معلومة نشروا من قوات الماريز والدلتا أكثر من 150 إلى 400 يعني صار 650 من ذول المدربين اللي دائما تتباهى بهم الولايات المتحدة الأمريكية وهم طبعا فشلوا فشل ذريع في أن تكون هنالك هجمات داخل الأرض التعاطي اليوم اختلف التعاطي أصبحت هنالك قوة على الأرض هنالك يعني هذه اكو انفاق ما يقدرون يعني امريكا ولا كل الرادارات هنالك سلسله انفاق تتصل بكل المحافظات وفي كل وتصل الى حتى الى مصر والى غير لذلك كيف يمكن ان يتعاطون ويا هذه المتغيرات الجديده المجازفه اذا حصلت هذه الضربات اليوم اللي يعني الارقام تقول اكثر من 12 مره منفصله على الاقل ما بين العراق وسوريا انضربت القواعد الامريكيه هذه الضربات للقواعد الامريكيه راح تحد من الدور الامريكي وتمنع من التدخل بطوفان الاقصى بشكل مباشر هذه كلها تنبيهات من كل الفصائل باننا موجودين ولا يمكن ان نتغاضى ونغض الطرف ان كانت هنالك حماقات ترتكب ترى الساحه بعدها هاي كلها العاب ناريه صارت طوها المقاومه جاهزه لان تكون هنالك معركه حقيقيه لحد الان حزب الله ترى ما مشارك ولحد الآن يترقب ما يدخل في معركة خاسرة وهو يدرس ويفهم في هندسة المعارك كذلك العراق كذلك سوريا كذلك اليمن لاحظ هذه الدول كلها مجتمعة تعرف متى يكون التدخل ولذلك تعرف الولايات المتحدة أي حماقة سترتكب ستنفجر المنطقة برمتها ولذلك هنالك خشية من أن تكون هنالك حرب عالمية ثالثة هذا مو بعيد لأنه إذا غامرت الولايات المتحدة ما ممكن أن تبقى هي متسيدة حزب الله في لبنان جنوب لبنان يعني حاليا مستمر بقصف مواقع مهمة للكيان الصهيوني واستهداف الجيش الصهيوني في مناطق تواجده بالأساس بالتالي هذا ممكن يقرأنا الموقف باتجاه أنه تتسع رقعة هذه المعركة وتدخل باقي فصائل المقاومة في هذه الدول على الأقل أكيد سوف لن تقف أن تتفرج على هذه المهازل والمجازر التي ترتكب ما ممكن أحد شريف في الوطن أن يبقى متفرجا على هذه الجرائم ونوعية الجرائم البشعة أطفال ونساء يعني من نقرأ التقارير وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 70% نساء وأطفال يعني هي هاي الحرب الحرب انا اعرف بين الحرب بين قوتين باشتباك يكون بين قوتين انا ما اجي اقصف مجمعات سكنيه حتى اثبت لانه قوي هاي مو حرب هاي الحروب اكو جيشين في الحروب الجيش القوي البطل واكو الجيش القوي الجبان الجيش القوي البطل اللي عنده عقيده مثل نشور قاتلنا احنا داعش وانتصرنا وباقي الجيوش العربيه الجيش القوي مثل الجبان اللي صحيح عنده قدرات امريكيه وعنده اسلحه وعنده لكن جبان لا يستطيع ان يتقدم عقيده ما عنده لانه تدري انت ان لم تكن هنالك عقيده ومؤمنه بالقتال ما راح ينجح ولذلك انا اعتقد انه ستكون هنالك محرقه اذا جازفه هي العقيده منتهي من عندها انه ما موجوده عند الكيان الصهيوني باعتبارهم هم لا اهل ارض ولا اهل مبدا بهذه المعركه هي محاوله لاثاره الراي المعاكس بداخل الشعب الفلسطيني باتجاه المقاومه بالضد من المقاومه اليوم لما تقرأ هذه المواقف وتشوف كل هالأخبار والجرائم من قبل الكيان الصهيوني
شفت فد رأي مضاد صار للمقاومة على الأقل داخليا من الشعب الفلسطيني؟ يعني قضية المقاومة أولا رادوا هم يسفهون القضية المقاومة، تتذكر أنت من البداية قالوا هنالك قتل وذبح، وبعدين هم نفسهم تراجعوا وقبل أيام يريدون يعني يحولون حماس يشبهوها بداعش ويريدون يسوون دعم عالمي دولي حتى يكون هنالك محاربة حماس، شلون احنا حاربنا داعش؟ هاي البروباغندا اللي تصدرها إسرائيل دائما حتى تغطي على أخطائها وفشلها في المنطقة، ولذلك كل هذه القراءات معروفة ومكشوفة للمطلعين والباحثين عن نهايات حقيقية ليست نهايات تكون يعني نهايات سائبة بدون مخرجات. المعركة يقولون هم بدايتها بعدها وستطول يمكن أسابيع أو أشهر. كذلك المقاومين يعرفون إحنا معكم إذا كانت حرب استنزاف معكم، إحنا نبقى حرب استنزاف ولن تكون هنالك إلا بما نحن من ينطون، ترى أكثر من 7000 شهيد ولحد الآن 2000 مفقود، ترى بعد هو شبقى بعد واحد حتى بعد ما يدافع عن أرض وطنه. هاي النهايات الحقيقية التي يجب أن تترجم إلى أفعال حقيقية على الأرض. هنالك وحدة. نعم أستاذ نبيل، خلينا نشوف هذه النهايات وقراءة للأوضاع الحالية. ننتقل للدكتور حكم أمهزي ضمننا عبر الهاتف، حياك الله دكتور حكم مرة ثانية. حياكم أستاذ عباس وحيا ضيفك أستاذ نبيل ومتابعيك، والرحمة للشهداء والجرحى الشفاء العادي إن شاء الله. يا مرحبا بك. 21 يوم على طوفان الأقصى وجرائم الكيان مستمرة، بداية أسألك شلون تتابع كل هذه الجرائم والأحداث المتسارعة بما يخص طوفان الأقصى، وأيضا أسألك عن نسمع بوساطة قطرية وغيرها من الجهات باتجاه التهدئة. لا شوف، أولا يعني ما حصل هو مقسوم إلى قسمين، القسم الأول هو الإنجاز الكبير جدا الذي حققته المقاومة في فلسطين خلال عملية طوفان الأقصى، والكل اعترف به بأنه إنجاز تاريخي استثنائي وهزيمة تاريخية استراتيجية للكيان الصهيوني. ما أشهده اليوم من جرائم هذا لا يعتبر في ميزان الربح والخسارة انتصار الاتحاد الإسرائيلي وحتى الأمريكان، وبالتالي الكل يعرف أنه لا يمكن أن تحسم المعركة من السماء، لأنه لابد أن يكون هناك تحرك على الأرض. حتى الآن الكيان الصهيوني لم يستطع أن يحقق أي إنجاز على الأرض، وبالتالي كل ما يحصل هو عملية انتقام وفش غل وحقد من قبل الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وممثلين بالأطفال والنساء. وأنا هنا أقول أنه حتى الآن البنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية. أستاذ حكم أكو ضرب بالصوت، إذا ممكن تغير مكانك، أعتقد أكو تليفون ثاني قريب عليك أو لا ما في عندي أبدا، ما في تليفون آخر أبدا. تفضل. فعملية حتى الآن البنية العسكرية للمقاومة لم تمس، وبالدليل أنه حتى الآن لا تزال الصواريخ تطلق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه منذ أن بدأت عملية طوفان الأقصى وبدأ الأمريكي وحلفاء الأوروبيون يهددون ويسبدون ويرعدون. عفوا يعني انقطع الاتصال ويا دكتور حكم، طبعا اكو فد مشكله بالتردد او الصوت اللي واصلنا. ارجع لك استاذ نبيل، بالتالي وين رايحين بهذه المعركه؟ راح تستمر هذه الاعتداءات والجرائم من قبل الكيان الصهيوني؟ راح يوقف حد مثل ما نقول بعد كل هذه الوقفات واراء الشعوب وحتى المقاومه الفلسطينيه المستمره بضرب الكيان الصهيوني ومستوطناته؟ أكيد طوفان الأقصى ترى ملحمة نوعية وتاريخ يسجل لحاضر وحاضر يكتب ومستقبل سيكون متغير. طوفان الأقصى حققت توازن حتى في العالم، ما عادت أمريكا هي هذه أمريكا التي دائما يعني تزعج العالم بما تروج له. ولذلك أنا أعتقد أنه المتغيرات ستكون كبيرة. الشعوب اليوم متحررة، ما عادت تخشى الأنظمة، تخرج بمظاهرات. لاحظ ماذا حصل بالأردن حينما خرجوا على السفارة الإسرائيلية وأرادوا أن يحرقوها. ما عاد العالم يخشى الأنظمة الدكتاتورية التي تقمع الشعوب. لذلك أحدثت هذه المعركة يعني تغييرا. دعوات اليوم باتجاه غلق السفارات بعدد من الدول، يعني الشعوب دعواتها واضحة اليوم حتى بالعراق خلال وقفات التظاهرات اللي تصير سواء في بغداد أو في باقي المحافظات. يعني في بغداد لما تصير التظاهرات حاليا باتجاه القضية الفلسطينية يغلق الجسر الجمهوري وغيرها من الطرق المؤدية للسفارة الأمريكية، بالتالي اليوم حتى التواجد الأمريكي صار مرفوض بشكل قطعي من كل الشعوب.
واضح جدا بأنه أمريكا بعد ما ممكن أن تكون كأمريكا التي كانت تروج لنفسها، وهي غير يعني حتى مرفوضة من المجتمعات، يعني دائما تروج بأنها تغير وتعطي، لكن بالحقيقة كل هذا خطأ. احنا بعد 20 سنة بالعراق كنا يعني المفروض كانت عندنا خدمات كهرباء أمور. لاحظ ما الذي حصل في العراق، هذا نموذج. احتلت أمريكا أكثر من 56 دولة، لكن ماذا فعلت؟ مزقت هذه الدول وحروب ومآسي ومشاكل. لذلك أعتقد أن الوجود أمريكي بعد ما عاد إلا فائدة في بقائه، يعني يجب أن تكون نهايات حقيقية. ما ممكن أن نتعاطى مع دولة هي التي حرضت دولة على قتل أبرياء، ومستمرة كيف تتعامل وياها؟ ومستمرة بدعم هذه الدولة، رغم أو ما نقدر نسميها دولة، بدعم هذا الكيان الغاصب المعتدي رغم كل الجرائم اللي يرتكبها بشكل يومي. نسمع عن أرقام توصلنا بشكل عاجل، يعني حاليا نزوح أكثر من 1.5 مليون من أصل 2.3 مليون فلسطيني من مناطق سكنهم بالقطاع، بسبب طبعا الجرائم وقطع المي والكهرباء وغيرها من الاحتياجات الأساسية. هذه المحاولات وتمهيدات لموضوع التهجير، ممكن يكون موضوع التهجير أمر واقع خلال الفترة الجاية إذا ما استمر الكيان بهذا التعامل وهذه الطريقة في قطع كل الأساسيات عن المواطنين الفلسطينيين؟ واضح جدا هو الهدف المعلن هو التهجير العكسي، وأن تكون هنالك شمال غزة قاعدة للمستوطنات جديدة ستكون، هذا هو المعلن طبعا. ولذلك الدول كانت تخشى، مثل الأردن ومصر، يعني كانوا هنالك خشية من بأن هنالك نزوح لأكثر من 1.1 مليون، وكانت يعني إذا كانت هاي حقيقة يعني معناها انتهت القضية وتغيبت. لذلك كان السيد السوداني واضح جدا، لا يمكن أن نتغاضى مع تغييب القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون هنالك هجرة عكسية. وتعاطت حتى الدول تعاطى بأنه هذه جدية بهذه القضية، لأن أي تهاون في هذه المعاني بأنه انتهت القضية. ولشنو القضية الفلسطينية بعد إلها وجود إذا أنا أروح أخذ شمال غزة وتصير مستوطنات تنبني من جديد؟ إذا ما فائدة القضية؟ وكيف من المواطن الفلسطيني، خلينا نحكي بلسان حال المواطن الفلسطيني، أنا اليوم قاعد ببيتي وما عندي لا مي ولا أكل ولا أي أساسيات اللي أحتاجها بشكل يومي ما عندي. نسمع أنه حتى المخابز صارت هدف للكيان الصهيوني ولطائرات الكيان الصهيوني تستهدف وتهدم بشكل كامل. بالتالي أنا اليوم كمواطن فلسطيني إذا مقطوع عني كل هذه الاحتياجات، شنو اللي راح أسوي؟ يعني شنو المطلوب اليوم؟ بالمقابل أكو سؤال، شنو المطلوب اليوم حتى يوقف الكيان الصهيوني بعد كل هذه الحملات وهذه التفاصيل اللي يسويها والجرائم بحق الكيان؟ المطلوب قضية مهمة جدا، أن ننتهي من الخلافات. أكو خلافات كانت موجودة ما بين فتح وحماس، وهي تلعب عليها دائما أمريكا وإسرائيل الكيان الغاصب، يعني يلعبون على الفرقة. يجب أن تتوحد. أنا سمعت أكو هنالك يعني مبدئيا أكو توافق ما بين فتح وما بين حماس، أي تقاطعات في هذه اللحظة أنا أعتقد ستميع القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية اليوم في أحسن حالاتها. من يعتقد واهما بأن القضية الفلسطينية في خطر فهو واهم. يجب أن يلاحظ ما الذي حصل، المتغيرات التي حصلت، الدماء التي ذهبت، هاي كلها ستنتج إلى أن تكون هنالك متغيرات جديدة. ومن يتحكم في صنع القرار هم المقاومين، ومن يحدد المفاوضات هم المقاومين. وهذا ما أثبتته 21 يوم الأخيرة، كل المستوطنات، كل مستوطنات الكيان الصهيوني هي تحت القصف، والغارات مستمرة بالكيان الصهيوني. بعض مدن الكيان الصهيوني خلال كل الحروب السابقة على مدار السنوات والعقود ما سامع غارات وما سامع انذارات، اليوم لا، صار كل الكيان هو هدف بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. مثل ما نعيد ونكرر، على الرغم من كل الاعتداءات وكل الجرائم المرتكبة من الكيان الصهيوني، بعد الشعب الفلسطيني واقف ويقول هذا أرضي وقاعي وأني مستعد للدفاع عنها وتقديم حتى دماءنا وأرواحنا. ونشوف إحنا الإحصاءات المتغيرة بكل لحظة، حاليا إحنا نقول أكثر من 7300 شهيد، ممكن باكر وعقبة إن شاء الله يتوقف هذا المسلسل وهذه الاستمرارية بيع الشهداء، ويوقف الكيان الصهيوني عند حده ويتغير الحال بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين. أنا أشكرك الأستاذ نبيل العزاوي الباحث بالشأن السياسي، كذلك أشكر الدكتور حكم أمهز الباحث بالشؤون الإقليمية والدولية، وأيضا الشكر إلى الأستاذ باقر درويش السياسي البحريني اللي انضمنا ببيروت وتحدث بكل صراحة عن موقف الحكومات المطبعة مع الكيان الصهيوني. وخير مثال انطانا يا موقف الحكومة البحرينية بمنعها من التظاهر للمواطنين والشعب
البحريني. أنا أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقيكم تغطيات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.